عندما يكون البرنامج سباقاً، فاكرين الأسبوع اللي فات كنا مستضيفين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، واتكلمنا معاه على موضوع المضادات الحيوية، وقال لنا نصاً أكبر خطأ أكبر خطر استخدام المضادات الحيوية عمال على بطال وبدون روشتة وبدون الرجوع للطبيب، بيعمل مشكلة ليك. مش كل الأمراض يلا بينا ناخد الأنتيبيوتيك، هيحصل إنه جسمك بعد كده البكتيريا اللي فيه ولا اللي مش عارف إيه اللي فيه يعني هيبدأ يكون هو أجهزته المضادة للمضاد الحيوي. أنا متذكر كويس وكان بيقول لنا الكلام ده، قلت له ده إحنا عشنا حياتنا كده. قال ما هو ده من ضمن الأخطاء الشائعة المتوارثة عندنا. نلاقي النهاردة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات المقاومة اللي هي ما بين قوسين كده المضاد الحيوي. أخيرا الدولة كلها هتتحرك في هذا الإطار. معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. أهلا بك يا دكتور حسام. مساء الخير يا استاذ يوسف، تحياتي. مساء النور، تحياتنا لحضرتك. خليني اشكرك على حلقه الاسبوع اللي فات واطلاقك بمنتهى الصراحه تحذيرا واضحا للمواطنين انه خلي بالكم في استخدام المضادات الحيويه، وكانه دكتور حسام ادالنا هذا السبق يعني، فده شكر الاول واجب. يعني انا بشكر حضرتك دائما على متابعتك للشان الصحي واهتمام البرنامج الحقيقه بيه بشكل كبير. واجب يا فندم، ربنا يخليك يا رب. دكتور حسام، عايزين نفهم ايه هي شكل هذه الاستراتيجيه؟ هتشتغل ازاي؟ ازاي الدوله كلها هتبقى معنيه بهذا الامر؟ خليني اقول لحضرتك الاول في البدايه انه منظمه الصحه العالميه رفضت ان هناك سنويا 1,200,000 شخص يتوفوا بسبب عدم قدرة المضادات الحيوية على علاج الإصابات البكتيرية اللي بتجيلهم، وإنه لو استمرنا بنفس المعدلات لاستخدام المفرط غير المبرر وغير المبني على دليل علمي هنصل في 2050 إلى أكثر من 10 ملايين شخص هيتوفوا بسبب إنه البكتيريا أصبح لديها مقاومة لأنواع المضادات الحيوية اللي موجودة عندنا، وقد نصل أحيانا إلى أن احنا مش لاقيين مضاد حيوي يمكنه أن يقضي على البكتيريا المسببة لمرض ما. يعني حضرتك يمكن الناس عارفة موضوع المزرعة اللي بتتعمل لاكتشاف نوع المضاد الحيوي للبكتيريا، لو استمرينا بنفس الاستخدام قد نصل إلى مرحلة أن كل ما نملكه من خزينة مضادات حيوية لعلاج البكتيريا أصبح غير فعال وغير قادر على القضاء على البكتيريا، وده سببه الأساسي هو الاستخدام المفرط غير المبرر غير المبني على دليل طبي للمضادات الحيوية. الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة والنهاردة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعامل أو لترشيد استخدام المضادات الحيوية، وده بالتنسيق والتكامل مع منظمة الصحة العالمية. الاستراتيجية هدفها هو أن نستخدم المضاد الحيوي في الوقت المناسب للشخص المناسب بالكمية المناسبة للزمن المناسب، وهي لها ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تدريب الكوادر الطبية سواء من الأطباء، لأنه أي دواء لازم في شخص يأذن أو يصرح باستخدامه وهو الطبيب، وشخص يقوم بصرفه وهو الصيدلي، وشخص يقوم بإعطائه للمريض داخل المستشفى وهو السادة الزملاء أعضاء هيئة التمريض. فالجزء الأول من الاستراتيجية هي تدريب الكوادر الطبية، وإحنا الحمد لله نجحنا خلال الفترة السابقة ومستمرين في تدريب أكثر من 3,000 من الكوادر الطبية على الاستراتيجية. الجزء الثاني هو تنفيذ استخدامها. في البداية هنبدأ بالمرضى داخل المستشفيات، المريض اللي محجوز في المستشفى في العناية المركزة أو الأقسام الداخلية أو في العمليات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية. الجزء الأخير هنبدأ بقى مش بس المرضى اللي محجوزين في المستشفيات، لكن كمان المرضى اللي بيترددوا على العيادات الخارجية والمرضى اللي بيترددوا على
الصيدليات لصرف الدواء سواء كانت صيدليات خاصة أو عامة، عشان نصل إلى أن المضاد الحيوي لا يتم استخدامه إلا بوصفة طبية بالجرعة المناسبة في الأوقات المناسبة وبالزمن المناسب، عشان نقدر نحافظ على مخزوننا من المضادات الحيوية اللي نتمكن بيها من التعامل مع البكتيريا. أنا بس عايز أقول حاجة لأنها تكررت كثيرا من الزملاء، هو الناس تتخيل أنه لما بيحصل مقاومة هي مقاومة الجسم، هي مش مقاومة الجسم، يعني مش لما ناخد مضاد حيوي الجسم هيتعود عليه فيبدأ ما يبقاش فعال، البكتيريا اللي هتتعود، البكتيريا اللي بتعدي الجسم وتسبب الأمراض وشرها الأمراض التنفسية هي اللي هتصبح عندها مقاومة لقدرة المضاد الحيوي على إماتتها أو ضعفها أو منعها من التكاثر والانتشار. صحيح. طب دكتور حسام، هل هذا يعني مثلا أنه لو يوسف خد بعضه راح الصيدلية منه لنفسه يطلب أنه يشتري مضاد حيوي فالصيدلية هترفض وتطالبه بروشتة طبية؟ يمكن ده مرحلة جزء من الاستراتيجية، أن يكون ألا يتم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية، ده جزء مهم جدا من الاستراتيجية، هو غير مفعل حاليا لكن ده لا شك أنه جزء أساسي وهام، ألا يتم صرف الأدوية إلا أدوية محددة من خلال وصفة طبية من طبيب متخصص. طيب في الحالة دي برضو يمكن أنا هفكر مع حضرتك بصوت عالي، مش كل أهالينا في أي وقت كمان، يعني في جزء متعلق بالملاءة المالية وفي جزء متعلق بالتوقيت، فلان عيان بالليل جدا وممكن ما يبقاش في مستشفى قريبة، فهيعمل إيه؟ هو بالكتير ممكن يروح مكلم مثلا، هنفترض يوسف ممكن يكلم دكتور حسام يقول له دكتور حصل كذا 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 ودي الأعراض، فهيقول لي هات الدواء الفلاني، ممكن يطلع الدواء الفلاني ده فعلا مضاد حيوي، يرى دكتور حسام انه حالتي يعني لازم تحتاج انه اصرف مضاد حيوي، هكلم الصيدليه هيقول لي لا ما انا ما عنديش روشتة. طيب خليني اقول لحضرتك حاجتين. الحاجه الاولانيه انه هذا هو النظام المطبق في كل العالم، والحادثه اللي حضرتك بتقولها دي موجوده في كل العالم طبعا، وفي كل العالم الناس لما تصل الى مرحله مرضيه معينه لازم يتم المناظرة، يعني الكشف عليه بشكل مباشر. أيوه. الحاجة الثانية أنه الحقيقة أنه المشكلة عندنا مش في الحالات النادرة اللي زي كده، المشكلة عندنا أن احنا النهاردة بنصحى الصبح عندنا وجع في الزور بنروح ناخد مضاد حيوي. صح. احنا أحيانا بوصلنا إلى مرحلة أنه أنا حاسس أن داخل علي دور برد. أيوه. فانا هاخد المضاد الحيوي عشان اكتمه، اخليه ما يخشش، يقولوا كده هكتم الدور. يعني الدور إيه؟ يعني احنا وصلنا لمرحله التنبؤ باحتمال المرض وبالتالي بناخد المضاد الحيوي عشان في احتمال يخش عليا دور برد. فالحقيقه انه استخدام عندنا اصبح وفكره مش بس ده، بقى احنا كمان بنتشارك في نفس المضاد الحيوي وما بناخدوش، بمجرد يعني اول ما بيبقى قصه داخل عليا دور برد دي وبجيب المضاد الحيوي اخد منه يومين بحس ان دور البرد راح، بروح سايب المضاد الحيوي وممكن يجي حد تاني داخل عليه دور برد من العيله فيتشارك في نفس المضاد الحيوي وهكذا. صح، بتحصل كتير. على كل ان هي واضح ان الاستراتيجيه باذن الله دي هتفرق معانا كتير. يفضل لي جزء توعيه المواطن يا دكتور حسام. يعني احنا بنعمله دلوقتي من خلال برنامج حضرتك المشاهد والمتابع، وفي نفس الوقت هناك استراتيجية إعلامية واضحة جدا لوزارة الصحة والسكان وكل الجهات المعنية لتوعية المواطن وتدريب الطاقم الطبي على الاستخدام الأرشد والرشيد للمضادات الحيوية. رائع جدا، أنا بشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك، ألف ألف شكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.